هنبدأ من صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم، واللي نشرت صورة بتفكرنا فيها بكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، واللي هتابعوها معانا هنا على شاشة قناة تايم سبورتس. وكتب صفحة الاتحاد المصري: من أذكركم بمجموعات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. المجموعة الأولى بتضم مصر ومالي والكاميرون وغانا، المجموعة الثانية بتضم نيجيريا، كوتيفوار، جنوب إفريقيا وزامبيا. ترقبوا افتتاح البطولة في 8 نوفمبر المقبل بإذن الله. ونروح لصفحة بيراميدز اللي نشرت صور من فوز فريقها على يانج أفريكانز في تنزانيا بنتيجة 2-2 في ذهاب دور ملحق الكونفدرالية الإفريقية. كتبت الصفحة: أداء قوي، شخصية الفريق بتظهر في مثل هذه المباريات. طبعا بنبارك لهم، هي شفنا أداء مشرف جدا بالأمس، وطبعا على يعني ملعب الخصم، فده طبعا إنجاز كبير جدا. شفنا قد إيه اللعيبة كمان امبارح فرحانين على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعناهم على السوشيال ميديا، كمان كانوا بيصوروا أجواء المدينة نفسها في تنزانيا فرحانين. أنا عايزة أقول لكم كمان إن حتى المشجعين في تنزانيا كانوا بيهتفوا باسم بيراميدز، وده طبعا شفناه على السوشيال ميديا من خلال اللعيبة هم بيصوروا من الأوتوبيس، فطبعا كانت لفتة رائعة جدا، وطبعا بنحييهم وبنبارك لهم مرة تانية. لسه في صفحة بيراميدز اللي نشرت الصورة دي ونقلت تصريحات الفرنسي دي سابر المدير الفني للفريق، وكتبت صفحة بيراميدز: دي سابر بعد الفوز على يانج أفريكانز حققنا الفوز رغم أرضية الملعب السيئة، حذرت اللاعبين قبل اللقاء من صعوبة اللعب كرة تقليدية، نجحنا في تحقيق الفوز بخبرات لاعبتنا والخطة المحكمة، سندرس اللقاء بعد العودة للقاهرة قبل مباراة الإياب. الفوز لا يعني تأهلنا لدور المجموعات، وما تزال هناك مواجهة أخرى يوم 3 نوفمبر في القاهرة، نسعى للفوز بها.